حياكم الله مشاهدي قناة نور الشام الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم غذاؤنا عافية. مشاهدينا ومستمعينا الأحبة، يعمل الكبد على تنظيف الدم وإزالة المواد السامة التي قمنا بتناولها أو تنشقها أو فركنا بها أجسادنا. عندما يتم إرهاق الكبد كما هو الحال مع العديد من الأشخاص الذين يتعرضون لضغط فكري أو جسدي كبير، يمكن لكبدك أن يكافح كي يستمر في العمل ويبقى بحالة جيدة. لذا علينا أن نحافظ على تغذية سليمة تحافظ على صحة الكبد من خلالها. للحديث أكثر عن صحة الكبد يسرنا أن نستضيف معنا اليوم الدكتورة ثواب الغبرة المختصة بالتغذية. أهلا ومرحبا بك، يسعد أوقاتك. يا أهلا وسهلا أوقاتك يا رب. يعني عم نحكي عن الكبد، عم نحكي عن فلتر الجسم بشكل عام. دائما كل واحد بيستنى، اللي عم يتابعونا ولا نحن بنستنى من التغذيه انه كيف نحن لازم نحافظ على كبدنا، كيف نحن لازم ننظفه بشكل مستمر. اليوم من خلالك رح نحكي على نصائح عديده لمشروبات، لتغذيه صحيحه، لتغذيه نحن لازم نمتنع عنها، لادويه ممكن نحن ناخذها، وبعدها كيف لازم ننظف الكبد. صح. يعني بالبدايه انا مهما حكيت عن الكبد ما بوفي حقه لا بحلقه ولا اثنين باب سبعة. يعني حطيتوا ايدكم على اهم، مثل ما بيقول بنقول رابع اهم عضو بجسم الانسان. هلا الفكره اللي انا بدي اقولها انه مو فقط فلتر عنده وظائف، اذا بقول تتجاوز ال 160 وظيفه، هذا اللي عرفه العلم. ما عدا ذلك نحن بكون الوظائف الخفيه تبعه، انا بسميه العضو النبيل بجسم. ليش العضو النبيل؟ لانه بيلم السموم من كل خلايا جسم الانسان، وفي حال طفح الكيل عنده بالسموم هي ما عاد يقدر يصرفها، فهو عنده بفضل انه يتشمع وشمع الخليه على السم تبعه، وهو يتاذى ولا يؤذي خليه بجسم الانسان. فهو بالفعل عضو نبيل جدا بالجسم. الانسان بيقدر يعيش بربع كبد، ممكن الكبد يجدد خلاياه خلال سنتين. يعني هي كثير معلومه عرفت العلم حديثا، انه حتى الناس اللي عندها مشاكل تشمعيه وعايشه بربع كبده، ممكن الخلايا الكبد اذا تنشطت ترجع عندك اياها، تعمل عندها تجديد وتنميه لخلايا جديده إلها، بغض النظر عن الخلايا اللي تشمعت او تشحمت. القصه ليش اليوم الحلقه كثير مهمه؟ لانه هي نحن عم نحكي عن شيء مو بس فقط نحن عايشين بعالم كله فيروس وميكروبات وسموم وهالقصص هي كلياتها. الكبد مسؤول عن تجديد حيوية الخلايا. القصص الثانية، كل سموم الأدوية بعد ما الإنسان يتناول أدويته حتنكب بالأوساط، السموم اللي زواب الأوساط الدهنية بيصرفها الكبد. عضو اطراح، عضو فعال جدا للجلد، تصنيع الكوليسترول فيه، تصنيع عندك يا 100 شغلة انزيم حيوي، انا بسميه فريزة الجسم. الغدة الدرقية بدها مواد مهمة بتبعث للكبد إشارة، الدماغ بده مواد مهمة بيبعث للكبد إشارة، غير وظائف العديدة جدا. برجع بقول ما بقدر أنا استفيد مهما حكيت عن وظائفه، لكن إن إحنا اليوم نعمل سبوتات على شيء اسمه كيف نظف الكبد تبعنا، كيف استخدم عملية تنظيف الكبد بعملية إذابة الدهون. من أحد أهم المعلومات اللي أخذتها بحياتي إنه أهم طرح للخلايا الدهنية هو بيتم بطريقة عندك ياها بعضو اسمه الكبد. كلياتنا بالبداية كنا بنفكر انه عندك ياها الدهون تصرف من الجسم عن طريق البيرنينج الحرق. 30% من صرف الدهون بجسم الانسان الفائض من الدهون بنصرف عن طريق البيرنينج الحرق، 70% من الفائض بنصرف عن طريق التصريف اللمفاوي اللي بيقوم فيه عملية الكبد بالتصريف تبع الصفراء. وقت بيلقى الصفراء بجسم الانسان هو عم يصرف لك دهون داخل الجسم. لذلك وقت بهتم انا بالكبد تبعي بيكون عمليه تنزيل الوزن عنا يا اسهل. اقوى ادويه عقاقير تنزيل الوزن هي العقاقير اللي بتعتمد على اخراج صفراء الكبد، وهي احدث عالميا. عندك يا عملت ثوره بعالم تنزيل الوزن. ليش؟ لانه تنظيف الكبد هو اهم شيء من شيء اسمه قطع الشهيه او فوت على حمام واطلع من الحمام. لانه الدهون عندي اياها بتجي بتتم بالتصريف اللمفي اللي بيقوم فيه عمليه بيقوم في عضو الكبد. قديش نحن احيانا بنكون مخطئين بالفكره انه نحن كيف لازم نتصرف في الحرق فقط؟ هلا لا تمام، انا مو ضد السبورت والبيرنينج والحرق والمواد اللي بتحفز الحرق بالجسم والجسيم الطاقي داخل الخلايا، لكن اللي بيصرف الدهن داخل جسم الانسان هو الكبد. حتى نعرف شلون اليوم اذا اعطينا وصفات كيف نستخدمها بعمليه تنزيل الوزن اذا كان فيها فائض كبد. واخطر انواع الشحوم بجسم الانسان هي الشحوم اللي بتتشحم فوق منطقه الكبد وفوق منطقه عضله القلب. كيف نحن نتخلص منها؟ هي بقى
هلا نحن قلنا افراغ الصفراء عنا اياها كثير مهمه لعمليه عندي تنشيط خلايا الكبد وان عدم تراكم الشحوم داخلها، لانه اول مرحله بعمليه عندك اياها التشمع هي التشحم. قبل ما يتشمع الكبد بعيد الشر من هون بيصير عندي عمليه تشحم، تراكم طبقات، والتشحم ما بتكون بس للسمين على فكره، احيانا بتلاقي انسان نحيل هزيل كمان عنده تشحم على الكبد، يعني مو بالشرط انه يكون فقط في كرش وهي الامور هيك كلياتها، لا تقاس بسماكه الشحوم على منطقه الصره. الكبد يصور عندك اياها بايكو وهالامور هي، فبيشاهد الطبيب احد انواع الشحوم على منطقه الكبد هي اللي خطيره جدا. هلا نحن بنقدر نصرف الدهون بجسم الانسان عن طريق تنشيط شيء اسمه العصاره الصفراويه داخل الجسم، وهي كثير مهمه بالنسبه لانه اليوم رح نعطي وصفه كثير رائعه لتنظيف الكبد ولتنشيط الافراغ الصفراوي، والنقطه الثانيه لتنزيل الوزن وطرد السموم من داخل الكبد اللي هي سموم جسم الانسان اللي كلها متراكمه فيها. هلا انا بيهمني مشان ما نضيع الوقت عندي في عنا وصفه صباحيه لتنظيف الكبد وفي وصفه بين العصر وفي فتره المساء. هلا نحن بنقول الوصفه الصباحيه على سنه الطب النبوي، اللهم صل على سيدنا محمد، علمنا انه ناخذ مي وعسل مشان نفعل انزيمات العسل، وبنضيف لها عنا اياها عصره ليمون ومعلقه كركم. هلا الكركم شوي بشكل بسيط جدا، ما بنكثره لانه حنكثر الكركم بالفتره المسائيه. الفكره كمان اللي بنقول عليها انه هذا بيغسل الكبد عندي اياها من السموم، وبيعمل عندك اياها تحفيز لمنطقه الصفراء، المنطقه اللي بالمراره، يعني املاح الصفراء بتتنشط فيها وبتغسل حالها، لانه الاملاح المراره اذا ترسبت بتعمل لي فصيات وهي مشاكلها كثير عاليه. منطقه المراره بالذات لازم تكون هي منطقه قلويه بالجسم، بتعدل الحموضه اللي طالعه بتفرز عندي اياها العصاره الكبديه، عصاره تلقيها بالصفراء، الصفراء بالامعاء الدقيقه. تمام. الماده اللي طالعه من المعده ماده حامضيه، فهون عندنا يا اكثر منطقه قلويه بجسم هي الصفراء، واذا صار لعب بالبيئه تبعها هون انخرب كل نظام الحيوي تبع الجسم. لذلك الناس اللي عندها قامت مرارتها او عندها مشاكل بالمراره بتلاقي هضم الجسم عندها سيء جدا. لذلك حتى الناس اللي شالت مرارتها لازم تعود املاح الصفراء، كثير مهم. هلا في متممات غذائيه بالصيدليات اسمها متممات املاح الصفراء، هي لازم ياخذها المريض اللي استأصل مرارته، لانه لا شيء يعوض عن هالاشياء الهامه بجسم. الفكره الاساسيه وقت بصير مي وليمون عندي اياها، فالمنطقه حامضيه، بترجع المراره بتحاول تعدل هالحامضيه العاليه، فبتنشط معمل الكبد والمعمل تبع المراره، فبيزداد افراز العصاره الصفراويه بشكل كثير حلو، مثل ما بنعمل غسيل لهذا الفلتر صباحي. بنيجي لفتره ما بعد عندك اياها في العصريات وفتره المساء، انا بقول قبل الغداء وقبل العشاء. هدول الامور مثل ما بيقولوا هلا تزييت لماكينه الكبد تبع الافراغات اللي هي العصارات الهاضمه، بنقول هلا بكاسه مع كاسه زيت زيتون بمعاد 200 ملي بمعدل كاسه الشرب، بندوب فيها 3 معالق عندي اياهم حبه بركه سوداء، هي بتضل معنا لشيء اسبوعين تقريبا، ومعلقه كركم، وبالنسبه لإلي عندي اياها زيت وكركم وحبه سوداء. الزيت الحبه السوداء بيسحب سحب من شحم الكبد، يعني الناس اللي عندها تشحم كبد اياها ان تترك هذه الوصفه، يعني بتلاقي حالها بعد شهرين من تناول هذه الوصفه راحت الدهن على كبدها، يعني بشكل نهائي تعدلت وظائف الكبد، لانه وقت بيكون في تشحم على الكبد بتعلى الوظائف تبع الكبد، وهي وظائف كثير مهمه. خلينا نعيد الوصفه. كاسه زيت زيتون، 3 معالق حبه البركه السوداء، معلقه كركم. هلا هذول بينتركوا شيء تقريبا يومين ثلاثه ينتعوا بالماده الزيتيه. انا بفضل وقت عم نفوت معلقه الحبه السوداء ندقها وننزلها مع الزيت. هلا في زيت حبه السوداء اذا هن واثقين من مصدره الطبيعي، لانه صار في غش كثير بهيك قصه، فيهم يمزجوا معلقه زيت حبه السوداء مع زيت الزيتون ويوضعوا ماده الكركمين او الكركم مشان تستخلص ماده الكركمين. هي ماده روعه مثل ما بيقولوا مكافاه للكبد تبعك. هلا هي الاشياء هي اذا استمر الواحد عليها بتلاقي خلايا البشره تبعه غير شكل، وقف تساقط الشعر، تحسن امتصاص فيتامين د. الناس اللي مستأصله مرارتها حتما قولا واحدا فيتامين د عندها بالمستويات الدنيا. فنحن بدنا نحكي انه لانه ما عاد صار في امتصاص لفيتامين د، ما دام ما في عندي هضم للدسم ما في عندي امتصاص لفيتامين د، حتى لو اخذت حبه 50,000 وحده. تماما. ونحن بدنا ننبه كمان انه وقت عم يتعاطوا العالم مكملات فيتامين د بشكل كتير خرافي، وما عم يلاقوا عم تتحسن مخازن فيتامين د، لانه نحن عم نتعاطاها على شكل دي 2،
هذا دي 2 غير فعال اساسا، الشكل الفعال لفيتامين د هو دي 3 تماما، بحسن عندك يا امتصاصه وتشكله هو زيت الزيتون واشعه الشمس، واللي ما عنده اشعه الشمس عندك اياها ببيته او في عندها رطوبه او هالامور هي، او ست بيت عم تجلي ماما كلها مي تبلبلت عظمه غب كل الرطوبه، صار التفاعل عكسي من دي 3 لدي 2، فهي الاشياء هي كثير مهمه انه انا انتبه على رطوبه البيت، الشمس اللي هلا لو 5 دقائق ثلث ساعه تعرضتها باليوم، وبلادنا الا ما تطلع الشمس فيها يعني الحمد لله بهالنقطه هي، فلازم اني انا وقت اخذ فيتامين د انتبه على عبوه الدواء تبعه انه هو دي 3 مو دي 2، يعني والا هي مستحضرات كثير يعني اولا رخيصه الثمن وغير مجديه بفعاليتها، يعني بجزء يعني بتشغل اعضاء الاطراح فيها اكثر مما هي استفيد منها، فهي النقاط كثير مهمه وانا بنبه الناس اللي مستقصدين المراره بالذات. الشيء الثاني اللي بدي انبه عليه هي عمليات شفط الدهون، يعني هلا نحن ما هو ضد محاربه هي العمليات هي، لكن انا بقول للوحده تروح تشد بطنها ولا تشفط الدهن، الدهن وقت مربوط رب العالمين رابطه بقناه لمفيه بخلايا الكبد حتى يصرف لها السموم عندها اياها، يوم بيعملوا عمليات الشفط الهائله هي عندك اياها بخربوا المجرى بين الخلايا الدهنيه وبين منطقه الكبد، هي على المدى البعيد عم تعمل سرطانات خرافيه لانه السموم عم تتراكم بقلب النسيج الشحمي، فهي النقاط هي انا بقول كثير انا ضد عمليات الشفط، لانه الشفط هي بتعمل تخريب للشيء اسمه المجاري اللمفيه موصوله بين الخلايا وبين خلايا الكبد. هي نقطه، النقطه الثانيه اللي بدي اقول عليها اني انا حتى لو كانت المراره سليمه عندي وهالامور هي لا يمنع اني اخذ نفسهم هذول الوصفات حتى انا اكون عامله وقايه لكبدي، وبعدين هذا الكبد عضو اذا ضل فعال معك ما شميت الامراض لطول حياتك وكنت انت بعافيه وبصحه وسلام، شعرك جلدك بشرتك الامور هي كلها، خاصه مع تناول هلا المسكنات بهالنسب العاليه تماما، كمان هلا ادويه الاكتئاب كثير صارت انتشرت، هي كلها طرحه كبدي. النقطه الثانيه هلا القصص اللي بيهمني امرها انه نحن عم ناخذ ادويه ما هب ودب شينا نرفع مناعتنا بنقوم ناذي مناعتنا فيها، فهالقصص هي كلياتها مو غلط اني انا ركز مع الكبد تبعنا شوي. كثير حلو. هلا للي حنحكي كمان شغلات للي هو وصل لمرحله تلف بالكبد نوعا ما، وانت حكيتي معلومه كثير حلوه انه دراسات اثبتت هلا انه فينا نحن نجدد بالكبد خلال سنتين، حناخذ منك كمان وصفات للشخص اللي هو كبده تعبان او خليني اقول تالف نوعا ما لحتى يرجع ينشطه لحتى يرجع من اول وجديد باليه فعاله ان شاء الله تعالى باذن الله. اي ناس مصابه بعمليه اسمها تلف عضوي للخلايا الكبد اللي احنا لا سمح الله فيروس كبدي صاير فيه كحول تناول بنسبة عالية تشحم بنسب خطيرة كبير بالسن، هالأمور هي هالسموم كلياتها ما عاد الكبد يقدر يصرفها وتشمع، بنقدر نعطي وصفة كتير رائعة لهدول الناس حتى هاي الوصفة تستخدم للناس اللي بتحب وقاية الكبد تبعها. هلا نحن بنقول كل يوم كباية عصير جزر كباية عصير شوندر، هدول الكبايتين هدول بيرجعوا بيجددوا خلايا الكبد اللي هي اللي صفيانة سليمة، لأنه الخلية السليمة عندك ياها بالكبد بتقدر تكاسر خلية سليمة مثلها، لذلك نحن ليش من ظاهرة التشمع تظهرت عند حتى ما يقلب عفونة الخلايا على الخلايا السليمة، فرب العالمين حطاها هي وقاية للخلايا السليمة اللي بشان لأنه من أهمية هذا العضو، يعني في منظومة رائعة ماسكة جسم الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تتفكرون، يعني عن جد في آيات أنا ما بقول لك المصنع الكبد اللي أنت نحن في، تخيلي في بعض الدراسات وجدت أنه في تفاعلات تكون درجة حرارتها ببعض خلايا الكبد ما يعادل 1000 درجة مئوية، يعني تقولي فرن داخل نحن ما بنعرف فيه، لذلك بيقول لك سيدنا رسول الله مركز الغضب بجسم الإنسان هو الكبد، فأنت ما بيصير إنك تشرب مي على الواقف لأنه في تفاعلات حرارية خطيرة هون بتصير، فأنت وقت بتيجي بتشرب على الواقف فورا بينزل المي بهالبرودة هي فجأة على الكبد بيأذي خلايا الكبد، لذلك أنا بقول لهم كثير من سنة رسول الله إنه نتبعها ما نشوف حتى لو بالشارع، أرفص واشرب وانت على منطقة عندك ياها مو باستقامة القيام، لذلك لازم تقعد وانت عم تشرب المي 3 شفات حتى ما ينزل المي فجأة على قاع المعدة ويضايق خلايا الكبد، لأنه الكبد يكون مثل ما بيقول وسادة لمنطقة قاع المعدة. الفكرة اللي بدنا نقولها نحن نرجع لتجديد خلايا الكبد عصير جزر وعصير عندي ياها والمي والعسل صباحا مع عصرة الليمون، هدول قادرين انهم يجددوا الخلايا الحيوية اللي ما تبقت من خلايا الكبد. جميل. فالناس الكبار
بالسن الناس اللي عندها وظائف كبد مرتفعه، هاي الوصفه عندك اياها خرافيه لخلايا الكبد. الشيء الثاني نحن بنقول زيت الزيتون اياكم انكم مثلا اي انسان عنده امساك، اي انسان عنده مشاكل حصى بالمراره، عنده كريزات مراره وهالقصص، هاي زيت الزيتون قبل الغداء وقبل العشاء بمشي له امعاء وبيحسن عندك اياها انحلال الحصى بماده الصفراء. لانه احيانا بيكون خاصه الناس اللي تعرضت لعمليات قص المعده او عمليات السليف وهالامور هي كلياتها بتصير ما عاد في مواد تدخل للجهاز الهضمي، فبتكسل المراره فبتقوم بترسب حصياتها، فبتلاقي ثاني عمليه بيعملوها بعد عمليه السليف وقص المعده وهالامور عمليات جراحه المعده هي عمليه المراره، لانه ما عاد بيصير عندي افراغ صفراء، فبيصير ترسبات المراره جدا عاليه. لذلك اي انسان عامل هيك عمليات لازم يكون عنده معلقه زيت بسيطه قبل الغداء وقبل العشاء. هلا انا بقدر الزيت قبل على الصباح على الريق مو كثير مستحب، بس يعني اجمالا قبل الغداء وقبل العشاء كمان بيحمي مرارته من الازاله. كثير حلو. في متلازمه دائما البعض بيقول انه انا تعبان، انا هي بيفحص حاله ما عنده امراض معينه، فبعض الدراسات كشفت انه هي متلازمه الكبد المتعب. خلينا نقول نحن لحتى ننشط حالنا، حكيتي انت عن وصفات للكبد التالف وفي يستخدمها ويستثمرها اي شخص عادي، حاول بده دائما يحاول يستخدم سبل الوقايه، وحكيتي ايضا عن شغلات هي عاديه لشخص عادي حابب انه يزيل الشحوم عن بطنه، وحكيتي وصفه كثير مهمه هي الزيت والزيتون وحبه البركه الحبه السوداء وايضا الكركمين. رح نرجع نحكي عن متلازمه الكبد المتعب والمزمن بلحظات، يعني بما تبقى معنا من الحلقه خلينا نحكي عن متلازمه الكبد المتعب ووصفات منك. طيب هذا صديقتي بدي احفز شيء اسمه برجع بكون اخراج الصفراء، والنقطه الثانيه تحفيز اخراج الصفراء بنشط خلايا الكبد. هلا التعب اكيد بيجي عندك يا لانه نحن بنعرف ان احد وظائف الكبد الجلوكوزين السكري تخزينه بمنطقه الكبد، وقت بينقص سكر الدم بالكبد بيبعث عندك اياها ويجي اشاره انه فكك لي سكر الجلوكوزين المركب عشان اعطي الجسم طاقه. فهون في عمليات حيويه كثير تنظيميه. هلا انا حتى تكون هالمنظومه بشكل معتدل وبشكل نشيط لازم اني انا تركز كثير على شيء اسمه قنابات الخرشوف، الانجينار. هلا الانجينار مو كالقرص، القنابات اللي هي الشوكيه ناخذها هي ونجففها باشعه الشمس لتطحن بتصير باودر، فينا نعبيها بكبسوله ونشربها، فينا نحطها باكلنا مع توابل معينه والهند بالبريه. هي في حال الانسان استخدمها على فترات طويله بيروح التعب الاجهاد المزمن مع الجسم، لانه بيكون اي شيء مثل ماكينه اللحمه، انت عندك يا نظفتي للفلتر تبعها صارت تفرم معك على 24، فهذا بالضبط نفس الشيء سموم علقانه بالجسم. اذا انت هلا بلشت بهدول القصص، هي القصص كلها مدرات صفراء. ليش انا عم اقول انه من احدث هلا العلاجات الحيويه كديتوكس والامور هي بيقولوا لك بس تنشيط عصاره كبديه، متى ما تنشطت العصاره الكبديه صرف الانسان، هذا عضو اطراح. يعني انا بعيد يعني عفوا عذرا على التشبيه، بالفرندا في عندي بلوعه عندك يا مسكره، قد ما انا اي شيء شوي شطفت حتعم معي، انا سلكتها كل شيء نضيف عندي بالفرندا. لذلك هدول لما اعضاء الاطراح اللي كان الكلى المسام العراقيه الكبد الرئتين، هدول وقت بيصير عندي اياهم عدم تصريف، بالنسبه لان هلا الكبد مسؤول عن التصريف الليمفي، لقونا ان السموم الذوابه بالاوساط الدهنيه الكبد رئيس اعضاء الاطراح فيها، الذواب الاوساط المائيه الخلايا العرقيه والكلى، يعني هدول قولا واحدا الخلايا القناه الدمعيه هي مصرف اطراح، الرئتين هي مصرف اطراح، فهالامور هي وقت واحد بيسكر منها بيتنفخ الجسم، ما بالك اذا سموم من النوع الثقيل، سموم المعادن الثقيله وسموم الامور هي كلها تصريفها كبدي. فلذلك هذا العضو اقل شيء عندك اياه بيصير عندك الجسم خنق فيه تمام. فلذلك هون بيصير الاجهاد وهالتعب هذا. هلا انا كمان بقول التمر رائع جدا للاجهاد عندي اياها. هلا نحن بنقول تمره مع شيء فيه فيتامين سي، يعني انا بقول تمره وشويه حزين بردقان كثير بينشطوا الكبد، لانه كثير رائعين انه هن عم يفوتوا فوت فيتامين سي على مصدر الطبيعي الكومبلكس. هلا انا ضد القراص تبع فيتامين سي لانه هو اسكوربيك اسيد، يعني هو ما له فائده ابدا، يعني حتى بيشتغل على الكلاوي وبيضايق الكلاوي اكثر ما فائدته. لكن انا مع الفيتامين سي كمصدر طبيعي، ما بتتخيلي قديش كمان هو بنشط الكبد. كثير حلو. رح نتمنى السلامه للجميع. حاولنا من خلال هي الحلقه نعمل هيك اضاءات بسيطه لنحافظ على صحة الكبد بصحة جيدة إن شاء الله تعالى. رح أشكرك لوجودك معنا اليوم الدكتورة ثواب الغبرة المختصة بالتغذية، نورتينا وشكرا جزيلا على هي المعلومات. أهلا وسهلا. 100 أهلا وسهلا يعني.